ملامحها أمازيغية بنكهة علوية يخالطها جمال إيطالي، حفيدة الملك الحسن الثاني المدللة وجوهرته الحية، تربعت على قلبه فأورثها لقباً كبيراً يثير الرهبة. لقبها سرق أغلى أحلامها، وزواجها جردها من لقبها، ثم تطلقت بغموض. لالا سكينة الحفيدة المدللة. ولدت الأميرة سكينة في 30 من أبريل عام 1986. أمها لالا مريم الابنة البكر للحسن الثاني، ووالدها هو فؤاد الفيلالي نجل عبد اللطيف الفيلالي الوزير الأول السابق في البلاد، وهي الحفيدة الأولى للعاهل المغربي الراحل الملك الحسن الثاني المعروف بقسوته وصرامته. لكن الحفيدة استطاعت إخراج حنان لا متناه منه، حيث كانت بمثابة أيقونة تتربع على عرش قلب ملك تعلق بها كثيرا، فأطلق اسمها على أحد أكبر المساجد في الرباط، ومنحها لقب أميرة رغم أنه لا يحق لها حمله، فباتت تنظر إليه كأب لها لا مجرد جد، حتى قبل طلاق والديها عام 1999، العام الذي كان قاسيا على الأميرة، إذ عاشت فيه مرارة انفصال والديها، ثم فجعت بوفاة جدها التي قلبت حياتها رأسا على عقب. حياة تليق بالأميرات. عاشت الحفيدة المدللة حياة تليق بالأميرات، إذ حرص جدها على إهدائها ماسة على شكل لهب النار في كل عيد ميلاد لها، إضافة إلى هداياه لها من السيارات الفارهة التي يقال إنها كانت تمتلك منها العشرات، تبدلها كما تبدل فساتينها. أيضاً احتلت مكانة مرموقة في خارطة صناعة القرار، وترعرعت بالقصر وهي تمارس السلطة وتصنع أهم الاختيارات بالمملكة، فرغم صغر سنها إلا أن سلطتها كانت الأعلى، إذ كانت أكبر مؤثر في قرارات جدها، فتستطيع ببراءة أن تتدخل لديه ليصفح عن ضابط معاقب أو يعفو عن موظف فرض عليه إجراء تأديبي. بعد وفاة الملك عاشت سكينة في كنف أمها لالا مريم وخالها الملك محمد السادس. اختفت من الحياة العامة وتابعت دراستها بهدوء في المعهد المولوي في الرباط، لتحصل ابنة أخت الملك محمد السادس على الشهادة الثانوية عام 2004، وتقرر أن تتابع دراستها في فرنسا، فدخلت معهد العلوم السياسية في باريس لتبدأ بتحقيق حلم لم يكتمل. لقب يسرق الحلم. لم تكن علاقة الأميرة لالا سكينة بالصحافة قصة أعجاب عابرة، بل كانت تعشق هذا المجال كثيراً ومولعة به، وتريد أن تصبح صحفية حقيقية خاصة في التلفزيون. وفي عام 2008 خضعت الأميرة لفترة تدريبية بقناة الأخبار الفرنسية LCI، وما إن انتشر خبر هذه الدورة في الأعلام والمنتديات حتى تسبب بضجة إعلامية وبلبلة بين المغاربة الذين تساءلوا كيف لأميرة مغربية أن تخضع لدورة كفتاة عادية، ليبدو أن شغف الأميرة بالأعلام كان محكوماً بأن يبقى مقيداً داخل حدود الدراسة، فلا يعقل أن يقبل المغاربة أن تعمل إحدى أميراتهم مذيعة تلفزيونية. العاشق المجنون. الأميرة كانت آية في الجمال المستمد من تمازج جيناتها الإيطالية التي أخذتها عن جدتها من أبيها بالجمال الأمازيغي الذي استمدته من جدتها لأمها، لتكون محط أعجاب الشباب من العاشقين والمحبين. اشتهر منهم العاشق الذي لقب بالمجنون، وهو الشاب المغربي رشيد مولاي التاقي المنحدر من عائلة فقيرة، الذي قرر عام 2008
التقدم لخطبة الأميرة، بل وأصر على الزواج منها مبدياً إعجابه بها، الذي وصل حد إدمانه مشاهدة صورها عبر الإنترنت. فظل يراسل ديوان أمها للا مريم لعام كامل، طالباً موعداً لخطبة سكينة منها، حتى حظي بالموعد المنتظر داخل القصر الملكي بالرباط. لكن ما ينتظره كان كميناً أمنياً، إذ اعتقل واقتيد للسجن وسط جو من الاستهزاء والسخرية به وبطلبه، ليعترف آنذاك بأنه لا يناسب الأميرة مادياً ومعنوياً، ولكنه يناسبها عاطفياً ووجدانياً، مؤكداً أنه في كامل قواه العقلية. أميرة بلا لقب وزوجة بلا زوج. خلال حفل توشيح مجموعة من الشخصيات في عيد العرش عام 2013، اكتشف المغاربة أن مدللة الحسن الثاني لم تعد تحمل لقب أميرة، إذ ذكر اسمها في الحفل مجرداً من لقبها، ليتبين أن لذلك علاقة باقتراب زواجها الذي تم بعد عدة شهور، حيث زفها خالها الملك محمد السادس إلى الشاب المهدي الركراكي، وهو رجل أعمال وصاحب شركة للمعلومات وسليل عائلة ليست غريبة عن العائلة المالكة، إذ كان جده فقيه الملك الحسن الثاني ومعلم اللغة العربية للأمراء والأميرات في المدرسة المولوية. وأقيم حفل زفاف الأميرة للا سكينة في مقر إقامة أمها للا مريم في مايو من عام 2014 بحضور 250 مدعوًا من أفراد العائلتين، وزوجة الرئيس الفرنسي السابق جاك شيراك السيدة برناديت شيراك. وعام 2015 رزق الزوجان بتوأم أسمياهما آية والحسن، لكن الزواج لم يدم طويلاً، إذ تداولت مواقع عديدة طلاق الأميرة وزوجها عام 2019 بالتراضي، الخبر الذي صدم الشارع المغربي، خاصة أنه جاء تزامناً مع اختفاء زوجة الملك محمد السادس للا سلمى، وانتشار شائعات عن هروبها ثم أعلان طلاقها أيضاً. فما رأيك بقصة الأميرة المدللة؟ وهل كنت تعرفها من قبل؟